محمد تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعدك الله يا مولاي الأستاذ. حياكم الله، تفضل. مولاي ارحم والديك، أنا هذا السؤال سامع من عندك قبل فترة، بس أريد أتأكد، أني عندي مبلغ مال أريد الشغلة، وأنا من مغلفين السيد السيستاني، بس أريد أعرف الطريقة شلون. طريقة تشغيل الأموال؟ نعم. طريقة تشغيل الأموال، خدمتك يا حماتك يا مولاي. ولا ممكن إذا ما سيرت احنا أسمع السؤال على التليفون، لأن الكهرباء طفت عندنا يا حماتي. يعني هسه أجاوبك؟ إي أنا فرحنا على وقتك. لا ممكن، لا ما شوف أبو جاسم، أبو جاسم اللي عنده فلوس يقدر يشغل فلوسه بطريقتي أنا الآن. الطريقة الأولى مضاربة، مضاربة يعني شنو؟ يشوف واحد شاطر بالسوق ويخوش يشتغل كذا، يقول له أبوي أنا عندي هاي 10 ملايين شغلها يمك. يقول له ما يخالف حجي اشغلها يمي. يقول له زين تشغلها ايش قد تنطيني؟ يقول والله من نص بالنص، ايش قد تطلع العشرة بالشهر؟ ايش قد تطلع العشرة؟ نص لك نص الي. طلعت 400 200 لك 200 الي، طلعت 200 100 لك 100 الي، اتفاق حسب الـ حسب الـ 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 النسبة، نسبة الارباح بين العامل اللي يشتغل بالسوق وصاحب الفلوس. هذه يسموه مضاربة، هاي يسموه مضاربة. ولا يرحم والدك، يعني اشرط لي بس ايش قد يحصل المبلغ، انا لا بالنص. اي تقول له بينك ما بين الله، ايش قد تطلع من هالعشرة ملايين، ايش قد تطلع بيناتنا نص بنص. يقول لك ما يخالف، لابد يكون امين الرجال، خو مو واحد العيلي وخاين. نعم. لابد يكون واحد ثقه وامين هذا. نعم. اكو شغله اخرى، اكو شغله اخرى، ان هاي الفلوس سويها دولار، سويها العمله وتبيع العمله. يعني تبيع الدولار الآن مثلا 1,450,000 تبيعه بمليونين. أي. يعني الآن مثلا الورقة 145,000 دينار، أنت تبيعه ب200,000 لمدة 5 أشهر، لمدة 6 أشهر تبيعه أغلى، وشوية شوية شنو يدفع لك. هذا ممكن، أنا أبيع دولار بسعر أعلى لفترة مؤجلة ويعطيك اياه بالتدريج، هذا ايضا ما في اشكال شرعي. الله يبارك فيك، حياك الله حبيبي. اللهم صل على محمد وآل